بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الساكنة ولاة السي عبد الله ولاة السي مسعود ضاشي في دائرة البروج، نلتمس من السيد العميل فتح تحقيق في ملف قرار نيابي رقم 28/2010 صدر من طرف النواب جماعة سوريا باسم قرار جائر ضد بعض الساكنة من أجل ابتزاز، إلا أن اتصل في سنة 2013 قمنا بشكاية للسيد العميل السي متوكيل جزاه الله عنا خيرا واطلع بالنازله وقام بعزل النواب، حيث تفاجأنا سنة 2017 بنفس القرار يروج أمام السلطات المحلية، حيث صدر القرار في 2017 وبغات السلطة المحلية تعاود تنفذه من جديد، حيث تعرضنا على هذا القرار ورفعنا شكاية إلى المحكمة الإدارية في الطعن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، حيث قامت بإلغاء القرار النيابي. وتفاجأنا من بعد بنفس النواب الذي تم عزلهم سنة 2013 ما زالوا يترافعون أمام المحكمة الإدارية بصفتهم نواب من أجل تنفيذ القرار الذي اتخذه سنة 2010 رقم 28، وحاليا القرار ما زال يروج أمام المحكمة الإدارية محكمة التصنيف الإداري بالرباط. القائد جماعة الدار الشافعي خاصو يلزم الحياد، ما خاصوش وما سامعش للساكنة وما سامعش لهاد الناس اللي كيدعوا النواب اللي معزولين بأنهم مترامين على الأراضي، هما كيدعوا الترامي على 360 قطار، 360 قطار لا أساس من الصحة. حنا جل هاد الناس المترامين تقريبا هما رغم أنهم من ذوي الحقوق الأكثرية منهم ما عدوش حتى قطار فاش كيستغل، هاد القطار اللي باقي عدو بغاو يحيدوا لي من أجل انتقام لأشياء لم نعرفها بالبعد. من نطلبوا من السيد القائد فتح تحقيق والاستماع الى الناس المترامون جزاه الله بخير. نطلب من السيد العامل يعطي التعليمات ديالو للسيد القائد فتح تحقيق في النازله والاستماع الى الناس المترامون واختار النواب الجدد الذي رغم بعد النواب منهم اللي مازال يقوم بالتسيير من طرف النواب القدامى اللي معزولون يقوم بالتسيير ديالو وسميه فتح تحقيق والاستماع الى السكان. خاص القائد ما ياخذ حتى شي قرار حتى ينتهي الملف لانه رائج امام المحكمه الاداريه بالرباط. والسلام عليكم.